خطط التدريبات في جيم سي ار ام. في البداية لما بدخل على الشاشة بيبقى عندي 5 شاشات رئيسية. طب بقدر اعمل ايه بالخطط التدريبات؟ خطط التدريبات دي بقدر اسجل فيها الطول والوزن واي ملاحظات اي امراض خاصة بالعميل. بقدر يبقى عندي مسبقا خطط تدريبات انا قعدتها مع او كتبناها مع الكباتن عندي بطريقة بقى مختلفة، خطة تدريب للتنشيف، خطة تدريب تحضير للبطولات، خطة تدريب عضلات مختلفة على توزيع عدد أيام، وببقى مسجلها على السيستم بحيث ان لما اجي ادي العميل خطة تدريب ما اقعدش اكتبها من البداية، اختارها بس من القائمة عندي وابعتها له على الواتساب. نفس الكلام بينطبق على خطة التغذية، ببقى عامل خطة غذائية معينة برضه للتنشيف، لخسارة الوزن، لزيادة الوزن، وببقى مسجلها على السيستم وبسجلها للعميل وببعتها له. طيب بنسجل ده ازاي؟ الشاشة، خلينا نروح على الشاشة التانية على طول. بقدر من الشاشة التانية ان انا اضيف خطط تدريبات، بكتب عنوان الخطة والخطة نفسها ايه التدريبات اللي موجودة، وبيبدأ يبقى عندي خطة تدريب اولى، خطة تدريب تنشيف، ايا كان بيبقى متسجلة على السيستم اوريدي. نفس الكلام في الخطط الغذائية، بكتب عنوان الخطة دي خطة غذائية خاصة بايه وتفاصيلها كلها، كل التفاصيل اللي انا عايزها، الوجبة الاولى كام، الوجبة التانية امتى، الوجبة التالتة تفاصيلها ايه، وبسجلها برضو على السيستم. اقدر بقى من خلال الشاشة الاولانية ان انا اكتب مثلا عضوي رقمها 500، اسجل طوله، اسجل وزنه، اسجل اي ملاحظات عليه، اسجل اي امراض، اختار له خطة تدريبية او اغير له الخطة اللي عنده اخليها مثلا خطة تدريب تانية. نفس الكلام الخطة الغذائية أغيرها له وأدوس تسجيل، تروح له مسج على الواتساب بالخطط دي جاهزة. نفس الكلام إن أنا أقدر أضيف تقارير متابعة، يعني مثلا بتاريخ النهاردة أقدر أضيف العضوية رقمها 500 تقرير معين، أكتب كل اللي أنا عايزه وأدوس تسجيل، وأقدر أتابع التقرير دي من الشاشة الأخيرة بحيث إن أنا أقدر أجوب العضوية رقم 500 يقول لي تاريخ التقرير حصل 1 2 3 4. نفس الكلام بقى هيظهر بالتوالي أو بالترتيب طول ما أنا بسجل ملاحظات معينة أو تقارير معينة على العضوية دي. دي للناس بقى اللي بتبقى مسجلة معانا بي تي، الناس اللي احنا بنهتم بتدريباتهم، الناس اللي عندها بطولات، أيا كان التفاصيل اللي أنا هحتاجها فيها كأونر للجيم.